أهلا بكم من جديد. تشارك هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض السياحة ITB الذي يقام بمدينة برلين في ألمانيا، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية. ومن شأن هذه المبادرة المساهمة في زيادة عدد الزوار للمملكة ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. ويترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وفد مملكة البحرين المكون من مسؤولين وممثلين عن عدد من الفنادق الرائدة ووكلاء السفر، بالإضافة إلى شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين. ويشهد جناح المملكة مشاركة 3 دراجين ألمان من فريق البحرين ميريدا، كما يعرض الجناح مجموعة من الفنون الشعبية البحرينية. ويعد معرض السياحة السنوي من أكبر المعارض الدولية للسفر، كونه يستقطب كل عام آلاف المعنيين بهذا القطاع الحيوي. نتواجد اليوم في معرض السياحة والسفر العالمي في برلين، حيث يعد من أكبر المعارض في هذا المجال عالميا، ونحرص أن نتواجد سنويا في هذا المحفل. واتبعنا سياسة واضحة أن احنا نحضر بقطاع السياحة متكامل من البحرين، سواء في تمثيل شركة طيران الناقل الوطني طيران الخليج أو وكالات السفر والسياحة أو الفنادق، لنقدم منتج متكامل عن الوضع السياحي في البحرين وما يقدمه من خدمات ومن إمكانيات. بالنسبة لنا هذا السوق مهم، لأن عندنا تركيز أولي على السوق الأوروبي، وخصوصا ألمانيا بصفة رئيسية، ويعد هذا من المعارض الكبيرة في هذا المجال، ونعقد فيه عدة اجتماعات مع الكثير من منظمي الرحلات في أوروبا ومن شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر. حرصنا أيضا على توسيع جناح البحرين العام تلو الآخر، والسنة نشوف أكبر تواجد هنا من ناحية العدد والمساحة، وإن شاء الله مستمرين في هذا النهج، لأن بالنسبة لنا شفنا نتائج طيبة من خلال مشاركتنا في السنوات القليلة الماضية وتركيزنا على هذا المعرض، ونجد أنه فرصة استثمارية جيدة لترويج البحرين والاستقطاب المزيد من السواح من هذه الأسواق. انخفض مؤشر البحرين العام لبورصة البحرين بمقدار 1.9 نقطة مقارنة عن معدل تداولاته التي أقفل عليها الأسبوع الماضي، ليستقر المؤشر عند مستوى 1408 نقاط. وتصدر قائمة التداولات خلال الأسبوع الماضي قطاع البنوك التجارية بقيمة أسهم بلغت 2,525,000. التفاصيل في سياق التقرير التالي. كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 15,613,251 سهما بقيمة إجمالية قدرها 4,929,000، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 379 صفقة. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 9 شركات أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وأما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني شركة EPM Terminals البحرين. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. أعلنت المملكة العربية السعودية أن حجم الاستثمارات في مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية ستبلغ 16 مليار دولار، فضلا عن المساهمة في دعم الناتج المحلي بنحو 4.6 مليار دولار. وقال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي
إن مجمع الملك سلمان سيعزز من أعمال الصيانة وتصنيع المحركات البحرية ودعم للقيمة المضافة في الاقتصاد السعودي. وأكد الفالح أن حجم الاستثمارات في المجمع ستبلغ 16 مليار دولار، إضافة إلى توفير 80 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين وتوفير آمن للإمدادات البحرية وصناعة القاطرات البحرية بالسعودية، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل. وصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بتحقيقه نتائج قياسية خلال عام 2018. ونجح المركز في تحقيق نمو قياسي في عدد من الشركات المنضمة إليه حديثا، والتي بلغت 437 شركة لغاية ديسمبر 2018، وهو العدد الأكبر منذ تأسيسه في عام 2004. وبالمقارنة مع عام 2017، فقد شهد عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، من بينها 625 شركة متخصصة في الخدمات المالية. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: شركة هواوي تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب فرض قيود على منتجاتها. ذكر تقرير أعده باحثو شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة أن قراصنة إيرانيين يعملون على اختراق الأنظمة والشركات والحكومات في أنحاء العالم، تسببوا في أضرار تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات. وجاء في التقرير الذي نشرته الشركة أن القراصنة سرقوا أسراراً ومسحوا بيانات من شبكات كمبيوتر بعد أن استهدفوا آلاف الموظفين في نحو 200 شركة خلال العامين الماضيين، طبقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. تعتزم إيطاليا الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية لتصبح أول دولة عضو في مجموعة السبع انضماما للمبادرة الصينية. وسيكون انضمام إيطاليا علامة فارقة، كونها أكبر الاقتصادات الملتحقة بمشروع البنية التحتية الأضخم في العالم حتى الآن. وكان ميشيل جراشي المسؤول بوزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية قد أبلغ صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن بلاده تأمل في توقيع مذكرة تفاهم بشأن انضمامها للمبادرة خلال زيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جي بينغ إلى بلاده في شهر مارس الجاري. حذرت شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات من أنها قد تغلق مصانعها في بريطانيا حال خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو وفق شروط غير ملائمة، لتنضم بذلك إلى شركتي تصنيع سيارات يابانيتين أعلنتا مراجعة عملياتهم في بريطانيا بالنظر إلى استمرار المفاوضات بشأن بريكزيت. وقال يوهان فان زيل رئيس شركة تويوتا أن أكبر مجموعة يابانية لصناعة السيارات يمكن أن تتخلى عن الإنتاج في المملكة المتحدة إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ينص على ضمانات. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قالت شركة هواوي الصينية للاتصالات إنها رفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للطعن على قانون يحظر على الوكالات الحكومية استخدام منتجات الشركة، وذلك بسبب مخاوف أمنية. وبين رئيس مجلس إدارة الشركة جوا بينغ أن القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانوني، ويقيد أيضا قدرة شركة هواوي في الدخول بمنافسة عادلة
مما يضر بالمستهلكين الأمريكيين في نهاية المطاف.